حوادث الاختناقات: حادث تسمم بغاز وحادي أكسيد الكربون لسبعة أشخاص بولاية بومرداس. تدخلت الحماية المدنية من أجل حادث تسمم بغاز وحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمزرعة لكيوس بلدية ودائرة يسر. الحادث خلف تسمم سبع أشخاص من عائلة واحدة لهم صعوبة في التنفس تتراوح أعمارهم ما بين 3 أشهر و46 سنة. تم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلهم إلى المستشفى المحلي. الحماية المدنية الجزائرية.